سوريا لعتبة منزلكم، بنقدم لكم النهاردة المنتج الأكثر من رائع، وسائل التنظيف الطبيعي من الماركة الكورية لاكاساميو، واللي بينزل على الدهون يفتتها تماماً سواء على الصحون أو حتى كمان على الأرضيات والملابس. سحر التنظيف بمسحة واحدة بس بيقضي على البكتيريا 99.9%، كمان باع أكثر من 3 مليون قطعة ب 13 دولة مختلفة. مهما كانت أنواع الأوساخ الموجودة عندكم، لاكاساميو هو السحر الأمثل اللي هيخليكم أنتوا تحصلوا على قمة التنظيف، وكمان بطريقة طبيعية فريش، مش مؤذية أبدا على الإيد على عكس المواد الكيميائية. النهاردة ضمن جمعة تحطيم الأسعار بنقدمها لكم اليوم مجموعة لاكاساميو بسعر أكتر من رائع، وهنا كمان إن أنتوا بتشتروا 1 2 3 4 5 6 7 عبوات بتحصلوا على هدية مجانية، 3 عبوات تماما يعني التوتل 10 عبوات، قيمة الهدية 150 ريال سعودي، وكمان مجموعة من الفوط من ماركة لاكاساميو وهي منشفة للمطبخ، قيمة الهدية 50 ريال سعودي، وأيضا كمان ألوانها متعددة. كل ده بتحصلوا عليه النهاردة بسعر أكتر من رائع زي ما بنشوفه دلوقتي في العروض النار ضمن جمعة تحطيم الأسعار. السعر قبل كده الماركت برايس كان 499 ريال سعودي، لكن ضمن جمعة تحطيم الأسعار السعر هو فقط 279 ريال سعودي لسائل التنظيف السحري لاكاساميو. أكيد لاكاساميو سيلفر نانو ستيب المميز اللي احنا بنقدمه اليوم أكتر من رائع، عرض مميز جدا. تعالوا نشوف تحديات كتيرة وإزاي بيشيل كل البقع والأوساخ، ونرجع لكم مرة تانية. جيت لكم النهاردة بمنتج مذهل من كوريا، ومعنا البروفيشنال مستر تشوي. أنياسيو. أنياسيو. هيورينا بقى سيلفر نانو ستيب، هو منظف متعدد الاستخدامات، هيورينا هو ازاي مختلف عن المنظفات التانية اللي موجودة في الماركت. فالأول هنحط شوية زيت ناحية دي ناحية دي كمان، وطبعا شايفين في خط أحمر في النص. هنبخ سيلفر نانو ستيب الناحية دي ومنظف عادي من السوق الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين حطينا شوية وهيدعكها بإيده ومفيش أي حاجة، يعني الدهون لسه موجودة على السطح، مفيش أي حاجة اختلفت، بس بقت في كل حتة. الناحية دي على طول سيلفر نانو ستيب دوب الدهون كلها وبدأت تتساقط لوحدها. واو، this is amazing. حط المية ونضيف كأنه جديد. طبعا كل المطابخ فيها شفاطات، والشفاط دايما بيبقى تضيفه صعب قوي، خصوصا انه بيبقى فوق، ولو انتوا قصيرين زي بيبقى اصعب. هنبخ بس بخه خفيفه من سيلفر نانو ستيب، وهنستنى شويه حتى قبل ما نلمسه. انتوا شايفين ان الدهون بدات تتساقط لوحدها. هنجيب الفوطه وهنمسحه على طول، وبقى الشفاط كانه جديد وبيلمع زي الاول. It's like new. دلوقتي طبعا هنطلع اهم حاجه الفلتر. الفلتر ده بيبقى يمكن اصعب حاجه ننظفها في المطبخ، عشان طبعا بيبقى صعب ان احنا نخش جوه كل الانتريكيتد بارتس اللي جواها. هنحطه في الميه بعد البخ، وعلى طول هيطلع نضيف 100% وخالي من الدهون كانه جديد. فيضان الاكل على البوتاجاز، الشوربه، القهوه، كل حاجه هنبخ بس منها على طول، ومن غير ما نستعمل السلكه اللي بتسيب سكراتش وخدوش على البوتاجاز، حتى لو بايدينا على طول الدهون كلها هتتشال والبوتاجاز بيلمع. شايفين بيلمع ازاي؟ شايفين؟ واو. دلوقتي كمان هنطلع فوق وهنشوف الحيطة، لأن بس مش بس الشفاط والبوتاجاز، عندنا برضو الحيطة بيلزق فيها الدهون والزيوت واحنا بنطبخ وبنقلي. كأن الحيطة جديدة نظيفة 100%. المنتج سيلفر نانو ستيب ده إيكو فريندلي، يعني صديق للبيئة، والمكون الأساسي اللي فيه هو زيت البرتقال، وكمان فيه زيت الصبار وزيت جوز الهند. هو مش بيستعمل بس في المطبخ، بنستعمله كمان في الحمام. أهم حاجة الزجاج اللي في الحمام أو الإزاز، لما بنيجي نستحمى طبعا الدهون والصابون وكل حاجة بتفضل لازقة في الإزاز، هنرش شوية من سيلفر نانو ستيب وعلى طول بالمية من غير حتى ما نمسحها بالفوطة،
هتشوفوا ان بيضحك تماما. انت شايفاني كأن الازاز جديد. لو انتوا شايفين من بره شكله نظيف، بس اكشولي من جوه منظر كئيب شويه. اتس يو نو، مش عايزين حتى نلمسه او يعني مش عارفين ننضفه ازاي. هنرش بس شويه من سيلفر نانو ستيب من غير حتى ما ندعك ونفرك، من غير فرشه، من غير فوطه، من غير اي حاجه، على طول الدهون والاوساخ وكل حاجه تنزل. وطبعا على فكره هو مش منظف بس، هو معقم، بيزيل 99 من البكتيريا، 99% من البكتيريا بالميه بس، على طول نظف كل حاجه. جهزنا لكم تحدي. هنحط الاول على الازاز ده، هنحط لاكر او سبراي بينت على الازاز، وهنخلي التحدي اصعب شويه. عارفين ليه؟ علشان احنا هنحط نار، هنولع نار شعله علشان البينت او الصبغه تفضل لازقه. وهنستعمل سيلفر نانو ستيب، شويه رشات من غير حتى المنشفة، حتى بإيديكوا على فكرة هو آمن 100%، ما بيصيبش أي حساسية أو تهيج في الجلد، صحي جدا حتى لو بإيديكوا من غير حتى السفنجة. زي ما انتوا شايفين على طول الدهون والصبغة وكل حاجة دابت من قبل حتى ما نمسحها بالمنشفة. واو، كأن الإزاز جديد. كان معاكم النهاردة منتج سيلفر نانو ستيب اللي هيحل كل مشاكلكم في التنظيف. استغلوا الفرصة الآن ضمن جمعة تحطيم الأسعار واحصلوا على 7 عبوات من سيلفر نانو من ماركة لاكاسا ميو، سائل التنظيف المشهور جدا، وكمان معاهم احصلوا على 3 عبوات هدية مجانية. السعر الأساسي كان 499 ريال سعودي، لكن ضمن جمعة تحطيم الأسعار السعر فقط 279 ريال سعودي، مع أول هدية 3 عبوات مجانية والهدية الثانية منشفة مطبخ. استغلوا الفرصة الآن لأنه عرضنا متوفر بكميات محدودة والفترة محدودة. استمتعوا بمتعة النظافة اللي طبعا من سائل التنظيف المميز جدا اللي ما فيهوش أي مواد كيميائية، كله مكونات طبيعية من ماركة لاكاسا ميو. النهاردة بنقدم لكم أقوى عرض على طبعا جمعة تحطيم الأسعار، لاكاسا ميو سيلفر نانو. استغلوا الفرصة الآن قبل نفاذ الكمية. خصومات كبيرة لا تفوتوها، والسر ده مش بنقوله غير لأقرب الناس لينا.